تعرف على طريقة كيفية حل مشكل الدليل لدخول سرائر المصر المتمدرس عبر الهاتف؟ نقوم بالضغط هنا على جوجل الخاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا بالبحث هنا على المسار فيضا على هذا الشكل. بعد سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الفضاء خاص بالتلميذات والتلاميذ، من ثم سوف نقوم بكتابة هنا اسم المستخدم، هنا سوف نقوم بكتابة كلمة المرور. بعد سوف نقوم بالضغط هنا على تسجيل الدخول. بعد سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الهاتف. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.